اليوم المنتخب الوطني كان أداء ممتاز جدا بالحقيقة، أدى أداء ممتاز جدا وطلع بنتيجة إيجابية اللي هي التعادل. كنا نأمل أنه هو يفوز، لكن على الرغم من ذلك بالحقيقة هم كانوا لابسين شورتات. هذا ينطينا انطباع أنه مهما كانت الأدوات ضعيفة من الممكن توظيفها بشكل صحيح حتى نوصل للنتائج الإيجابية. ربما الأدوات المدرب الأجنبي الذي يدرب منتخب العراقي بسيطة، لكن هو عرف شلون يوظفها. على الرغم أنهم كانوا يلبسون شورتات، يمكن لو لابسين دشاديش على سبيل المثال كان فازوا وما تعادلوا. شكرا جزيلا، أشوفكم حلقة الأسبوع المقبل. شكرا.